ورجعنا لكم مره تانية ولسه مكملين معاكم فقرات برنامجنا، ودلوقتي وصلنا معاكم للاستوديو التحليلي. زي ما قلنا لكم هنحلل معاكم دلوقتي مباراتين الاهلي، ونشوف ازاي اللعيبه رجعت من تاني لمستواها وتصدر الاهلي لترتيب جدول الدوري، وكمان هنتكلم عن الصفقات الجديده والاضافه اللي هيقدموها للفريق، وده هيفيد ازاي في بطوله افريقيا وكاس العالم للانديه. هنتكلم في كل حاجه مع ضيوفنا اللي منورنا النهارده، الناقد الرياضي ياسر حسين واسلام محمد. اهلا بيكم. ما غلطتش في اسمك على فكره. انا للحظه حسيت ان انا هغلط في اسمك. كان في تردد يعني اسر ولا اسر من اخر حلقه المفروض كنت لا خلاص طبعا. من ساعتها بقى بنقولها كتير. انا عارفه انا افتكرت قلتي اسم اسلام زي الفل. لا لا والله لا، اصل الاسم برضه ماشي اسر ياسين. انا خفت بس اخش على نفس الوزن اسر حسين. احنا منورنا. مخليك ازيكم حريفه؟ كله تمام والله. انتوا اللي حريفه النهارده، احنا جايين نفهم منكم. نبتدي منين؟ زي ما انتوا عايزين. نبتدي باسلام عشان اول مره يبقى النهارده. قول لي، كلمني عن ماتش الاهلي وبيراميدز. طبعا في الاول ان انا فخور ان انا موجود معاكم في قناه نادينا العظيم، طبعا قناه النادي الاهلي. وطبعا هبدا زي ما حضرتك قلتي، مباراه بيراميدز الحقيقه كانت مباراه كبيره جدا، خاصه ان الاهلي الفتره اللي فاتت كان في ازمات، سواء في الملعب اللي كان بيلعب فيه، سواء استاد السلام او حتى كتشكيل داخل الملعب. ولكن شفنا الاهلي رجع في مباراه بيراميدز 3 اهداف امام فريق كبير بحجم فريق بيراميدز بالسكواد اللي معاه. الحقيقه كنا مفتقدين المنظر الجميل الفتره اللي فاتت، ولكن قدر النادي الاهلي يخلص المباراه زي ما هو عايز. 3 نقط كانوا مهمين جدا. شفنا اداء، شفنا نتيجه، شفنا روح كمان واصرار وعزيمه من كل اللاعبين المتواجدين في الملعب. برغم إصابة كريم فؤاد حتى في خروجه، طبعا بنتمنى له طبعا كل الشفاء بعد إصابة أكرم توفيق، ولكن الأهلي خد اللي هو عايزه من المباراة. مباراة جيدة، مباراة مهمة، وأهم حاجة أن الأهلي طلع بال3 نقط في الآخر. بالظبط، مظبوط. فوز مهم جدا طبعا على منافس يمكن الفترة اللي فاتت كان بيخش مع الأهلي والزمالك، مع القطبين دايما في المنافسة. مكاسب كتيره جدا. مكسب بالنسبه لي شويه كان خارج الملعب، هو عوده الجمهور الاهلي الحقيقي. كنت عايز اتكلم عن الجمهور الاهلي رجع المدرج، الجمهور الاهلي الحقيقي اللي احنا عارفينه. اي حاجه ممكن تحصل في الملعب، ايا كان المنافس يقدر يعني مش يحرك الحجر، يعمل اي اعجازات، زي يعني احنا تعودنا مع النادي الاهلي على مش على الانجازات، على الاعجازات. فبالتالي عوده الجمهور كانت مهمه جدا المباراه دي، بعتبره اللاعب رقم واحد في او اهم مفاتيح الفوز. كولر ادار مباراه بامتياز، واحده من افضل مبارياته في الدوري الموسم ده. حاجات كتير كان رغم الاقتناع الجمهور جدا بكولر، بس كان مثلا تؤخذ عليه شويه، مثلا يقول لك بيأخر التغييره وكده. بين مرونه كبيره جدا تكتيكيه في انه لما انا بعمل يا هند ويا اميره تغييره في اول نص ساعه، دي بتبقى رساله للعيبه ان انا في حاجه مش مظبوطه، وما عنديش الكبر او الـ يعني بيسموها ايه، الايجو بتاع المدرب ان انا التكتيك ان انا ممكن انا عملت حاجه غلط، لا هطلع حد من المنظومه وغير حاجه. فتغيير حسين الشحات كانت مهمه جدا بدري قوي، انا حاسس ان في حاجه في التشكيله مش مظبوطه. بعدين تغييره برده بدء بمحمد شريف في اول دقيقه في الشوط الثاني، اعتقد انها فرقت جدا. تالق السوليه طبعا بقى هو دلوقتي اتحرك السوليه وترمومتر اداء النادي الاهلي، النادي الاهلي كله بيتحرك. واحده من افضل مبارياته. بعتقد انه الفوز كان مهم جدا، عوده الانتصارات من ثاني. فوز يدفع فوز كمان، الفوز اللي بعديه بتاع ماتش انبي اعتقد انه كانت مباراه مهمه جدا. عوده قفشه للتسجيل نفسيا مهمه جدا، ولقطته مع جمهور مهمه جدا. الطبيعي مهما حصل لقطه شيك من 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 جمهور راقي جدا، ومن لاعب مهما كان بعد شويه او حصل حاجز بسيط نفسي بينه وبين الجمهور، يعني بتهيألي مش خافي على حد يا هند واميره قد ايه قفشه بالذات ليه مكان في قلوب جماهير الاهلي، وكلنا عارفين ليه هدفه الاغلى يمكن في الفتره في العشر سنين الاخرانيه القاضيه طبعا. فبالتالي عمل كمان اللي كان فنيا كل جمهور الاهلي بيتمناه، يعني الناس كلها عارفه قدرات قفشه، التحرك اللي حصل في الماتش كسر تكتلات فريق صعب زي انبي بيلعب مباراه بدنيه قويه جدا النادي الاهلي، رغم ان الاهلي الشوط الاولاني ما كانش في افضل حالاته، لكن الشوط الثاني فتح المباراه بهدف قفشه مهم جدا. وطبعا واحده من احلى اهداف في الموسم بتاعت اليو ديانج، امنت الفوز طبعا. ما شاء الله اليو ديانج، كنت حاسه ان في دبابه داخله، في دبابه ما شاء الله. لا الجون يعني الجون بتاع اليو ديانج ده حسيت ان انا بشوف ماتش بره مصر حقيقة. كان بيقول انا بطلب منه ده، التحرك ده الدايموند او التحرك اللي هو عمله اللي في وش الملعب ده لوحده يكسر اي تكتلات، لانه انت بتستغل ان فريق انبي واقف بيلعب شويه مان تو مان او ماسك الماركر بتاع كل لعيب. الحاجه الوحيده اللي ما توقعهاش اي مدير فني مهما قفل، ان لعيب وسط الملعب يتقدم بالكوره ويروح يكسر التكتلات كلها، ويروح هو اللي يبقى مكان المهاجم او اللي جايب وشه.
فبالتالي طبعا هدف كان ممتاز. اتمنى ديانج يعملها كتير الموسم ده. ده حقيقي ديانج لعيب كبير قوي ويمكن هي دايما وجهه نظر المدرب اللي بتطلع من اللعيبه. خلونا كمان نتكلم عن عمرو السولية. وهو كمان انا هاخد برضو من اخر حاجه اسر اتكلم عن ديانج فيها، لان كمان مستر كولر في المؤتمر الصحفي قال بالفعل كده، قال ان هو اتكلم معاه بين الشوطين تحديدا وبيطلب منه الزياده العدديه. ديانج خلي بالك في الحته دي اميره ويعند في الحته دي مميز جدا، بيزيد كمان لقدام. يعني ما شفناش صدفه ان هو المباراه دي فقط اللي هو زاد فيها، لا دايما بيحب يزيد لقدام، دايما كمان بيسدد على المرمى. هدف مارادوني فعلا زي ما انت ما قلتي، هو فعلا من الاهداف او من العمل النادره اللي احنا بنشوفها في الدوري المصري. عمرو السولية اكيد طبعا بنتمنى طبعا لليلى طبعا بنت عمرو السولية كل الشفاء طبعا. الحقيقه عمرو السولية دايما في مباراه بيراميدز كمان تحديدا بيفوق على بيراميدز. يعني شفنا لو رجعنا للنسخ السابقه هتلاقي دايما عمرو السولية في مباراه بيراميدز تحديدا بيسجل وبيعمل اداء رائع. شفنا ده كمان كمل الاستمراريه في مباراه انبي، كانت مباراه عظيمه جدا زي ما اسر قال. تكتيك وفي الملعب وفنيا وكل حاجه، حتى لقطه الجمهور مع قفشه كانت لقطه مميزه جدا. سيظل بالفعل قفشه في قلوب كل الاهلاويه هو مختلف تماما. يمكن الكيرف لكل اللاعبين بينزل وبيطلع، ده امر طبيعي جدا في كره القدم، ولكن قفشه سيظل داخل قلوب وعشاء النادي الاهلي، هو عمله نادره. لان قفشه بهدف القاضيه ممكن ده لو ما كانش حصل اعتقد كان الموضوع هيختلف تماما. عمرو السولية طبعا زي ما انت ما قلتي لاعب مميز، الفتره الحاليه بيمر كمان يعني عارف كمان ان هو يفصل ما بين مرض بنته وما بين الملعب، وهو ده اللاعب المحترف، وهي دي شخصيه كمان وهويه لاعب النادي الاهلي زي ما انت ما قلت بالظبط. عايزين برضو اسر يكلمنا عن عمرو السولية. الحقيقه ميرا الفترة اللي فاتت يمكن ما قبل كولر كان اعتماد النادي الاهلي دايما على لعيب رقم 10 او صانع اللعب، وقفشه طبعا كان هو المحور الارتكاز او بتبني الخطه في تقسيم اللعب او الفوكال بوينت بتاع الفرقه. مع بدايه كولر اظهر لينا كجمهور وكمحللين انه انا مش يعني صانع اللعب مش شرط العب بيه، بهتم قوي 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 بالجناحات وممكن العب، يبقى اهم لاعب عندي اللاعب الثاني في وسط الملعب، لو في حد بيغطي سواء حمدي او ديانج في مركز الستة انا عايز رقم 8. وهو لقى ضلته في عمرو السولية انه ده اللي بيحرك الفرقه. لو عمرو السولية في الفورمه بتاعته في اليوم هو اللي قادر ينقل الفرقه. صحيح. تكتيكيا كان هو اهم لاعب بيستخدم في مباراه بيراميدز، لانه برضو بيراميدز كانوا منزل كل الكويره اللي عنده عشان يضغط على دفاع الاهلي من بدري، كان منزل اسلام عيسى ورمضان صبحي وفخري لاكاي كل الفرقه دي. لكن واحده من افضل مباريات منعم، واحده من افضل مباريات ياسر ابراهيم، قدامهم طبعا عمرو السولية. عمرو السولية في اول ماتش كسر يعني كل التكتيكات اللي كان عاملها بيراميدز، بحيث ان هو يقفل المساحات على ان تدوير الكوره بين لعيبه النادي الاهلي، اتفتحت بس سنه التصويب. صحيح. وده سلاح مهم جدا. فقدر عمرو السولية يفتح الماتش. الجون الثاني الحقيقه عمل اللي يعني كانه ولا اهم فرود عندي في الفرقه، يعني ارتقاء بامتياز مش مطلوب منه في مركزه انه يكون بثقه. توجيه الكره غريبه دي بنقولها للفراوده، انك اقطع الكره على الاول، خد الخطوه، وجه بدماغك. عمرو السولية عمل كده في جول. صحيح. عايز اقول لك كنا ساعتها في الاستاد كل الناس في الاستاد قعدوا يقولوا يا ولد الكره دخلت ازاي؟ ازاي من هنا؟ لا ارتقاء مش هد عادي، يعني مش عرضيه عاديه اللي هي البيزك او التمبلت اوفر، يعني لا هي فيها فن من عمرو السولية. فبالتالي عمرو السولية لو في الفورمه الاهلي في الفورمه، فبالتالي ماتش بيراميدز بعديه كمان ماتش انبي. فبعتقد انه ده مهم جدا، الثقه اللي رجعت عمرو السولية، الهدف واحد من اجمل اهداف. بعتقد ما اداش فرصه لاحمد شناوي يشوفها حتى، قذيفه في نص يعني ما شافها. ما شافهاش هنا طبعا. ارتقاء ممتاز يعني الحقيقه، لعب دور مهاجمين النادي الاهلي الثلاثه الحقيقه، عمرو السولية مع زمايله هنا الحقيقه. المشهد ده واحتفاله عن طريق مؤمن زكريا طبعا، وان هو يروح لحد الجمهور طبعا. عارف هو ده اللي بنتكلم عليه، البوند اللي بين اللعيبه والجمهور طبعا. تحسي كمان، انا كنت بقول لك هند واميره انه حتى كان اسلام لسه بيتكلم على الجمهور، انه انا بالنسبه لي كان اهم مكسب عودته في ماتش بيراميدز طبعا. تحس اللعيبه نفسها هو وحشها الجمهور ده بتاع النادي الاهلي بالعدد اللي المفروض يخش بالهتافات اللي هم حافظينها اللعيبه،
فكان يعني تحس هم كمان كانوا مشتاقين ان الجمهور يرجع. صحيح. وان هم فرق معاهم نفسيا جدا. فطبعا اوفر ممتاز من حسين الشحات. في ناس قطع القرينه كويس قوي عمرو. معقوله يعني ارتقاء ممكن التوجيه وكل حاجه. كرة صعبة جدا, جداً. على فكرة عشان في ناس طلعت اتكلمت وقللت من الهدف وان هي غلطة احمد الشناوي. على فكرة كرة خادعة جداً. الكرة تغيير الاتجاه بتلف وراكب على سابق طبعا مدافعين امبي كسبت. سوري هي بيراميدز كسبت الكرة المشتركة بينهم. فبالتالي عمرو السولية بتمنى يكمل الموسم. في استحقاقات مهمة جدا محتاجين عمرو يكون في الفورمة ليه. احنا داخلين على كأس عالم الأندية وداخلين على كأس افريقيا, محتاجين عمرو السولية القائد اللي تعودنا على اداء الممتاز في الفتره الاخيره. عموما كنا محتاجين الروح دي, كنا محتاجين الثقه دي تجيلنا من الماتشين وتشجيع الجماهير. ده للي جاي بقى ان شاء الله. صح بالظبط. نروح من عمرو وديانج لحسين الشحات, ياسر ابراهيم. برضو ياسر ابراهيم وحسين الشحات فاقوا الفتره الاخيره وبان قوي فرق الاداء بتاعهم. شوف ده سببه ايه. انا هكلمك الاول عن ياسر, لان ياسر من نوعيه اللعيبه الرجاله جدا. اللعيبه المقاتله جدا, واي حد بيتابع التدريبات النادي الاهلي من داخل استاد التتش هيتاكد من الكلام اللي احنا بنقوله ده. ياسر لاعب استثنائي. ياسر ممكن يقعد فتره ما بيشاركش, ولكن لما بتديله مباريات يا ياسر بيشارك بشكل جيد جدا. ما بتحسش ان هو بعيد عن المباريات. دايما فورمه, دايما بيشتغل كمان على نفسه. لاعب عنده اصرار وعنده روح كبيره جدا في الملعب. لا ياسر لاعب استثنائي داخل النادي الاهلي. بيحل لك مشاكل كتير في خط الدفاع, يعني سواء حتى لو متولي مصاب او حتى محمد عبد المنعم, دايما الحقيقه بتلاقي ياسر موجود كصخره وهادي في الدفاع. وبيطور من نفسه كمان. يعني ياسر الاول ما كانش عنده الحته الملكه اللي هو يقدر ازاي يطلع بالكوره من تحت. دلوقتي الموضوع اختلف تماما في وجود كمان كولر, ومن قبله كمان. يعني من لحظه رحيل موسيماني من النادي الاهلي بدا ياسر ان هو يطور من نفسه, لان كانت الحته دي بالفعل ناقصه عنده. ولكن شايفين دلوقتي ياسر ابراهيم مختلف. لو جينا بقى اتكلمنا عن حسين الشحات, حسين دلوقتي اصبح كاريزما داخل النادي الاهلي. هو ده حسين اللي احنا كنا متعودين عليه الفترات اللي فاتت ما قبل النادي الاهلي. قبل ما يجي من العين الاماراتي, هو ده حسين بتاع المقصه اللي كل الناس كانت بتشاور عليه وبتقول حسين الشحات. الحقيقه عمل الفتره اللي فاتت اداء رائع مع النادي الاهلي. العرضيات بتاعته كمان بدا يتقنها بشكل كبير. عامل حاله جميله جدا مع كولر. الحقيقه الراجل كمان يعني بدا الفترات اللي فاتت يديله وبدا ان هو يشاركه باستمرار الفترات اللي فاتت. حسين كمان عنده اكتر من كده بكتير طبعا. جمهور النادي الاهلي ده اللي الحقيقه بص يعني من خلال قناه النادي الاهلي انا بحييهم. عوده النادي الاهلي لاستاد القاهره هو مكسب كبير طبعاً. جدا. مستر كولر كمان تحديدا في المؤتمر الصحفي طالب ان هو يرجع لاستاد القاهره جداً. بالفعل هنشوف اعداد اكتر من دي هندو يعني في استاد القاهره لو الاهلي استمر في مبارياته على اللعب على استاد القاهره. برضو اسر عايزك تكلمني عن الاداء الرائع برضو ماتش انبي والاهلي. طبعا الاداء استمرار ليه. يعني انت ممكن ماتش كبير يرجعك. الكره دايما بتديك فرصه انك ترجع في ماتش لاداء كويس. ماتش بيراميدز كان نقطه مهمه قوي, نقطه تحول في الموسم. انه بتكسب واحد, تبعد حد من المنافسين عليك في اللي بينافسوا معاك في الثلاث مراكز الاولى, بتكسب عليه. بنسميه ماتش بستة بونت لانه انت بتبعده جدا وبتوسع الفارق. ودلوقتي الحمد لله الفارق بيننا وبين اقرب منافس 5 نقاط وبينهم اكتر 6 نقاط تقريبا. بعدها كان في استكمال الاداء ده والروح ده في ماتش ام بي. كولر الحقيقه لو استثنينا المباراتين في الدوري اللي اتعادل فيهم او تعثر الاهلي بالتعادل بس, عنده سلسله ممتازه بتتمنى انها تكمل ان شاء الله لحد اخر سيزون, سلسله لهزيمه. الراجل من ضربه البدايه من 9 اكتوبر في مباراه اتحاد منستيري كان باين جدا انه بادئ المباراه بيهاجم الاتحاد منستيري في تونس. كل المباريات اللي خدها في الدوري فوز, كسب الاتحاد منستيري رايح جاي, وبعدها كل مباريات الفوز تعثر مرتين بس. فانت عندك طوال الموسم الحمد لله باذن الله نكمل كده لحد اخر سيزون سلسله لهزيمه. يحسب لكولر طبعا الارقام الممتازه دي, لكن يحسب له كمان انه ما كانش مدرب فنيين اللي اول ما جه قال طب انا عايز وعايز وعايز. هو طلب الاداره عرضت عليه انه تجيب له لعيبه بعينها, قال لا انا عايز اشوف المجموعه اللي عندي واشتغل بيها. اشتغل بالمجموعه رغم ان احنا كلنا عارفين, حتى يعني الزملاء في القناه هنا بينادوا بصفقات كتيره. اشتغل بيهم ودلوقتي انت متصدر الدوري متاهل في افريقيا باللي عندك, رجع لك باللي عندك. فبالتالي تدعيمه مهم جدا, وبالفعل الاداره دخلت بشكل قوي في طبعا خالد عبد الفتاح وكريستو, والاثنين انا متفائل جدا بيهم. كريستو عنده استنى هنتكلم هنتكلم عن الصفقات الجديده, لكن هنروح نشوف راي الجمهور في مباراه الاهلي وام بي والاهلي وبيراميدز ونرجع لحضراتكم. السلية
جرب حظك، السوليه جرب حظك، جول، قلت جرب حظك، قلت يا ابني جرب حظك، سمع السوليه الكلام والشناوي قلب الشايف الاول للنادي الاهلي. وعدى اليوم مره اليوم انا شايف ان الاداء بيتحسن والنتائج ما شاء الله ماشيه كويس، وده انا بشكر الكابتن محمود الخطيب ومجلسه على ان هم بيدوا فرصه للمدرب ان هو يشتغل، وان هم صبروا عليه لغايه ما تاقلم مع الدوري المصري، وان شاء الله النتائج اللي جايه مبهره. بس احنا كجماهير النادي الاهلي نصبر على الفرقه وندعمها. اللعيبه ابتدت تبقى على قلب رجل واحد زي الاول، ورجع تروح الفانيله زي ما تعودنا عليها، ورجع يعني الحمد لله. انا شايف الاهلي بيزداد يعني، من حتى مباراه انبي كان في تكتيك اعلى، كان في لعيبه بتنافس احسن من ماتش بتاع بيرمز. المدرب طبعا خد وقته دلوقتي وقدر يوصل للتشكيله الاساسيه، واعتقد انه بدا يحط دلوقتي ايده على الفراوده الاساسيين، فاعتقد الاهلي في الفتره اللي جايه هيكون افضل. ومع التدعيمات الجديده طبعا الاهلي ان شاء الله هيكون في الصداره. هو الاداء الحمد لله في تحسن في ماتش بيراميدز بالذات، والماتش اللي هو الانبي الحمد لله احسن، بس في فرص كتير بتروح من المهاجمين في الانفرادات. عايزينهم يعني ان شاء الله كده يقدروا يجيبوا جون من اول لمسه قدام الجون. والله انا شفت روح جديده في الفرقه يعني بعد في الماتشين دول، بعد التعادلات اللي حصلت والمستوى اللي كان مستوى الهابط شويه وكده، وكان في ظروف يعني ليها يعني، لكن انا شايف ان الفرقه ابتدت يعني تحس بالمسؤوليه، وحست بان الجماهير يعني كلها مش راضيه عنهم، فرجعوا دلوقتي ولعبوا بروح جديده خالص. رجعت الروح بشكل كويس ومن جديد، دي نمره واحد. نمره اتنين، التجانس اللي كان مفقود في النادي بالنسبه للناس اللي كانت اساسيه وبعدين كان مريحها وبعدين ابتدى يرجعها، ابتدى يتحط في كل واحد في المكان المناسب بتاعه، ودي احسن حاجه اتعملت لحد دلوقتي، وخصوصا بالنسبه للهجوم اللي هو شامل الشحات ومحمد شريف وعبد القادر. معلول السوليه جرب حظك، قلت جرب حظك، قلت يا ابني جرب حظك، سمع السوليه الكلام. فرحة كبيرة يعني، جمهور الأهلي هو فرحان حاجة جميلة كده، عايزينه على طول فرحان. يا رب. قبل ما نطلع فاصل أكتر حاجة لفتت نظري كلام من كلام إسلام وآسر، حد من الجمهور كان بيقول شفنا روح جديدة. أيوة هي دي، هي الروح. طبعًا. هي الروح طبعًا. ومهمة، توقيتها مهمة قوي نفسيا جدا، واحنا داخلين على استحقاقات مهمة. بالظبط. قبل الفاصل كنت بتتكلم عن الصفقات الجديدة. أيوة. رأيك إيه بقى في الصفقات الجديدة؟ لا طبعا بداية كويسة جدا، بتخلي لما الدورة تخش بقوة كده بدري، تدي رسالة بتطمن الجماهير ان احنا داخلين بقوة، عارفين ان في نواقص كتير جدا جدا جدا، وهندعم الراجل ده اللي زي ما كنت يا هند بتقولي من شوية، انه عامل السلسلة اللي هزيمة اميرة من غير يعني لسه باللعيبة اللي موجودة بالمتاح، من غير ما يطلب لعيبة مبالغ فيها او كده، فبالتالي دعم ده مهم جدا. كريستو انا متفائل بيه، اولا عشان سنه، وعشان عشان شفته كمان، واستثمار في لعيب صغير يكبر ويتربى عندك، وان شاء الله باستمرار لأسطورة النادي الاهلي علي معلول اللي بيتساوى دلوقتي في صناعه الاهداف مع عبد الله السعيد 38، ودلوقتي المعلول بيبص على التارجت الجديد او الاستحقاق الجديد اللي هو حاطه، انه يوازي رقم احمد فتحي ب 45 هدف ان شاء الله يوصل له باذن الله الماتشات اللي جايه. كريستو سجل لعب اربع ماتشات وسجل فيهم خمسه تقريبا، سجل في كل الفرق اللي لعبها من حمام سوسه للبنزرتي. بس انا كمان تفائلت جدا بالهدف اللي جابه في بنزرتي، ليه؟ ان في روح من او في ملامح من جينات الاهلي اسلام. صحيح. سجل هدف في الدقيقه 93، هو ده. فاحنا عايزين اللعيب ده يخش على طول، يعني ايه، يحصل دمج كده مع روح النادي الاهلي. سجل هدف الفوز ساعتها كان 1-1 نجم الساحلي، وهو سجل هدف في البنزرتي في الدقيقه 93، فبالتالي البلس 90 دي احنا والبلس 90 بتاعت الاهلي ان شاء الله يبقى اضافه مهمه جدا. خالد عبد الفتاح لعيب كلنا شفناه بيلعب، مش الباك اللي بيقف، بيلعب للخط، فكره الوينج باك انه بيزيد لحد اخر، مش من الباكات اللي بتخاف، بيهاجم، بيجيب جوان بالشوط، بيلعب بدماغه، جايب جون في الاسماعيلي بدماغه، فبالتالي حتى بيخش للعمق. لعيب مهم جدا في توقيت صعب جدا على النادي الاهلي، كلها اقدار والحمد لله يعني احنا راضيين بيها، واللعيبه بتاعتنا
ربنا يلهمها الثبات في اللي حصل. لكن غريبه جدا في الكوره وصعبه هندو صعبه اميره انه في شهر واحد ثلاث اصابات. اصابات صعبه من بتقارن الاصابات عندك بمدى صعوبتها عضليه ولا. انما مصطفى شوبير غضروف الركبه، اكرم توفيق الصليبي في الرجل الثانيه، واخرهم طبعا كريم فؤاد في عز التوهج بتاعه وتالقه. معلش رب ضربة النافعة ان شاء الله يعني يرجعوا اقوى واقوى. فبالتالي كان التدعيم بالمركز جابها اليمنى كمان في ظل اصابه اكرم وكريم، وجود محمد هاني طبعا وتالقه دلوقتي مع وجود خلف فتح اعتقد يعملوا جبهه مهمه جدا. داخلين على دوري الابطال، داخلين على كاس العالم، محتاجين كل التدعيمات الممكنه. فبالتالي بعتقد انه البدايه مبشره جدا بالصفقتين. كلام عن لعيبه اقوى جايه في الطريق، مش عايزين نقول على حد. ايوه مش بس حد ما ايه يطلعوا كده عارف انت نقول بيننا وبين بعض. ساعات هندو واميره يتكلموا على لعيب يقول لك لا اشوفه بالتيشيرت. اشوفه ان شاء الله اي حد فيهم يعني يبقى اضافه للاهلي، وهو يتشرف بارتداء قميص الاهلي واحنا نتشرف بانه يكونوا اضافه للنادي الاهلي ان شاء الله. اسلام عايزك تكلمني برضو عن الصفقات الجديده وعن فكره. في ناس طلعت اتكلمت قال لك طب وانت ليه تجيب لعيب صغير وتشوف لعيب صغير من اللي عندك. بصي انا هكلمك الاول عن كريستو لان انا متفائل باي لاعب تونسي في وعلي معلول موجود. الحقيقه علي معلول بيذلل اي حاجه يعني انا فخور ان احنا عندنا لاعب في النادي الاهلي بحجم علي معلول. الفكره اللي طرحها كمان علي معلول والكلام اللي قاله لكريستو وهو جاي يا ياسر في الطريق الحقيقه كانت حاجه مميزه جدا الرساله حاجه عبقريه الحقيقه. ودايما دايما الاهلي دايما ولاد بافكاره ودايما هو بيصنع الحدث. الفكره نفسها مميزه جدا وبشكر صاحب الفكره او المسؤول عنها الحقيقه حاجه مختلفه ومميزه جدا. كريستو بقى لو جينا اتكلمنا عن اللاعب نفسه لاعب واعد لاعب قوي جدا انا متابعه على المستوى الشخصي. اتكلمت كمان مع مدربه المقشر اللي هو المدرب النجم الساحلي. الحقيقه الناس كلها بتتكلم عن جوهره النجم الساحلي هو كريستو. فخر لينا بجد ان احنا تعاقدنا مع لاعب زي ده. طبعا اللاعب لسه طبعا عنده كتير صغير السن زي ما حضرتك قلتي ولكن هو كبير في الاداء والفنيات والمستوى والقدرات كمان. اعتقد هيكون اضافه قويه للنادي الاهلي. هيكتب شهاده ميلاد جديده مع النادي الاهلي خلال كاس العالم للانديه. وافتكري كلامي اللي انا بقوله لك ده وهنرجع له تاني. لاعب كلنا متفائلين بيه. تيشيرت النادي الاهلي كمان يعني الحقيقه بيدي باور وطاقه لاي لاعب يجي النادي الاهلي. فاعتقد كريستو صفقه واعده جدا، صفقه رابحه بالنسبه للنادي الاهلي. ما حدش ابدا يقدر يقلل منها او يقول ان هو لاعب صغير السن. اصلا لو مش هجيب لاعب صغير السن فانا اوروبا كل الدوريات في اوروبا من 18 و17 سنه اللعيبه الحقيقه يعني احنا هنا عندنا بيبقى اللاعب عنده 22 و23 سنه وفي انديه بتقول لك ده ناشئ. فالحقيقه يعني حاجه غريبه جدا اللعيبه بره في اوروبا عندها 17 و18 سنه وبتلعب في اكبر الانديه في اوروبا. يعني هم احنا بنتكلم عن يا جماعه لعيبه ارقامهم مرعبه. بص سنهم عندهم صحيح لو جينا اتكلمنا عن خالد عبد الفتاح الحقيقه اضافه قويه جدا في الظهير الايمن. حقيقة كريم فؤاد واكرم توفيق تحديدا يعني خليني اقول لك يعني ما عندوش حظ يعني البطوله اللي فاتت برضو قبل كاس العالم للانديه برضو اتصاب ايضا بالصليبي فما عندوش حظ. ان شاء الله طبعا كريم فؤاد واكرم توفيق تحسي ان الاثنين حاجه واحده. صحيح. الجينات واحده الروح واحده يا ياسر يعني قرايب كده بالفعل عندهم قوه تحمل وعندهم اصرار وعزيمه ويعني هو ده النادي الاهلي. دايما اي لاعب بيرتدي تيشيرت النادي الاهلي بتحس ان هو مختلف تماما. فان شاء الله طبعا بنتمنى لخالد عبد الفتاح كل التوفيق. لاعب مميز لاعب زي ما انت ما قلت لاعب فراق لاعب حلو علينا لاعب فراق صحيح يعني بيديكي ممكن يحل لك مشاكل كتير في الملعب هيديكي في كل مكان في الملعب. لاعب جوكر يعني احنا دايما كان الاهلي دايما بينقصوا حته الجوكر دي طبعا ولكن دلوقتي وجود خالد عبد الفتاح هيحل لك مشاكل كتير جدا هتحتاجه في اي مكان هتلاقيه باستثناء كمان الباك رايت. اعتقد عين كولر وعين مجلس اداره النادي الاهلي ان هم يتعاقدوا تحديدا مع خالد عبد الفتاح وبقول لهم شابوه ان هم قدروا يجيبوه حتى لو اعاره 6 شهور وفي بند في العقد بنيه البيع لو الاهلي حب يفعل البند ده اعتقد هيكون اضافه قويه جدا بجانب كريستو في كاس العالم للانديه مع النادي الاهلي. ان شاء الله بتشوفوا يعني فقدان الدوري اخر موسمين يا ياسر بيمثل ضغط على الاهلي ضغط سلبي ولا ايجابي؟ يعني سؤال حلو جدا يا اميره. الموضوع اعتقد انه ممكن يتاخد ناحيتين.
سلبي بانه انت نادي الاهلي مش طبيعي، وهو ناس يعني في انديه غيرنا مش عايزين يعني نذكر اسماء بالنسبه لهم عادي بقى بال10 وال20 سنه النادي الاهلي انه يفقد الدوري موسمين انه يفقد الدوري. انا بقول لكم حقيقه يعني بنقول حقايق ان الاهلي يفقد الدوري موسمين تانيين دي كارثه كبيره جدا. فبالتالي مجلس اداره المدير الفني اللعيبه على درايه تامه بده، بيمثل ضغط لكن زي ما كان اسلام بيقول هذا قدر انك تكون لاعب في النادي الاهلي. انت واحد ضغط عشان فقدت البطوله موسمين، انت طول الوقت تحت ضغط، بتنافس على كل البطولات كل موسم، والجمهور بيطالبك دايما انك تكسب على طول. فبالتالي في ضغط، لكن كل اللعيبه اللي داخل منظومه النادي الاهلي واخدين على الضغط ده، متعودين عليه. اعتقد ان كولر في فتره قصيره جدا ادرك ده، والنتيجه والشاهد على ده النتائج بتاعته، انه عارف انه الامور بتمشي بالتوازي بارالل ما بين نتائج في دوري الابطال ما بين الفوز في الدوري. التصدر مهم جدا دلوقتي في المرحله دي. اعتقد المباراتين القادمين اللي قبل الذهاب لكاس العالم للانديه مهمين جدا ان انا اتصدر واحافظ على فارق 5 نقاط ان شاء الله يتوسع في احتماليه ان المنافس يتعثر تاني. عايز اكلمك عن ده، عن ماتش الاهلي والمصري. ماتش مش سهل اكيد أبدا. وعايزك تقول لي كده توقعاتك للماتش ده، الاحسن حاجه او احسن تشكيل زي ما بيقولوا الماتش الاهلي والمصري. بعتقد هند انه في ناس كانت بتتكلم على عدم ثبات تشكيل، لا، في ثبات تشكيل مع كولر. التدوير بيحصل في حدود ضيقه جدا، ده مهم جدا للنادي الاهلي. اسلام كان بيتكلم على تالق ياسر كمان على يعني ياسر، هي دي فكره في يعني كلنا لما علمنا الكوره دخلنا كده، ان في لعيب اساسي وفي لعيب احتياطي. انت بتستنى ان بس حد من زمايلك يا اما يخرج لاسباب فنيه او يتصاب عشان انت بتاخد مكانه. فبالتالي منظومه كولر اللي بدا بيها واللي مقتنع بيها جدا هي منظومه منعم ومتولي. عوده متولي الماتش الجاي حاجه مهمه جدا، اضافه النادي الاهلي الماتش المصري. عوده طاهر ده خبر سار جدا لكل جمهور النادي الاهلي انه يخش القائمه بعد اصابه طويله، وده واحد برده من اللي كولر بيبان من اول الموسم انه عايز يعتمد عليه، من اكتر لعيبه كان بيعتمد عليها. فقدانه اثر على اداء النادي الاهلي شويه. طاهر ينزل اساسي من اول الماتش شايف؟ بعتقد مش هيبدا بيه. بالظبط ريكفري. وفي العاده لما ترجع لعيبه هنا هياخد تدريجي، هياخد مثلا ربع ساعه في نص ساعه في شوط لحد ما يقدر يكتمل لياقته البدنيه ويرجع لفورمه الماتش. يعني ممكن نشوف حد من اللعيبه الجداد مثلا في الماتش ده ممكن يخشوا القايمه. اعتقد ده نفسيا مهم جدا يا اميره ليهم انه ممكن يخشوا القايمه، يحس ان هو داخل ال 18 انه يشارك، يعني ممكن ياخد دقائق بسيطه بحيث انه يخش في الفورمه. لكن الشاهد هنا انه احنا تصدر مهم قوي دلوقتي يا هند واميره، احنا داخلين على كاس العالم للانديه. فاكره انا كنت فاكريني حريفه يوم القرعه، انا كنت معاك. ايوه يعني لفت وجات لك، لانه الحقيقه فعلا اهلي ظلم، لازم معلش ابروز ده، ظلم جدا في اللي حصل في دوري الابطال اللي فاتت. وربنا رجعها لك، ربنا رجعها لك، لانه في ناس بتستميت ان النادي الاهلي، حصلت لو تفتكروا في 2007 فاكر اسلام؟ صحيح صحيح. انه كان في استماته ان النادي الاهلي ما ياخدش 3 دوري ابطال على وفضيحه، وطبعا يعني كان على ارضك هنا كمان، على ارض يعني كان على ارضك هنا. من ابرز يعني في تاريخ بطولات افريقيا من ابرز الفضائح كانت وجود العرجون في المباراه ده واللي حصل. صحيح. في المباراه. فبالتالي انت حرمت بفعل فاعل منها، بتتكرر دلوقتي في دوري الابطال السنه اللي فاتت. الاهلي هزم قبل ما يروح المغرب، لكن كان نفسه يعمل استحقاق انه يشارك، انه يشارك في انه يحقق 3 افريقيا عشان يروح كاس العالم 3 مرات على التوالي. لفت وجات لك وشاركت في نفس البلد اللي ظلمت فيه. فبالتالي استحقاق مهم جدا النادي الاهلي. احنا كمان يا هندو اميره مفيش حد في المشاركه اعلى مننا غير اوكلاند ب9 مشاركات. احنا دي مشاركه تامنه للنادي الاهلي. 8 مشاركات يعني دي مشاركه تامنه. انت في 3 منهم وصل البرونزيه. صحيح. مرتين سادس، مره رابع. فبالتالي حتى ارقامك كويسه. نتمنى ان المره دي مع التدعيمات مع وجود كولر ان يكون الطموح والسقف ان انا اوصل فاينل. يبقى اعلى. احنا هنكمل كلامنا عن كاس العالم للانديه، بس اسلام سريعا عايز اعرف رايك في مشاركه الاهلي في كاس العالم للانديه. طبعا حاجه مهمه جدا. انا بس هاخد من اسر الحته الاخيره اللي هو اتكلم فيها، لان في ناس بتتكلم عن الظلم والاهلي اتظلم كتير في افريقيا تحديدا، وما تنساش هدف انرامو الشهير طبعاً اللي فقد طبعاً الاهلي لقب. فاعتقد من يتحدث عن الظلم يرى اولا او يشوف الاول الاهلي اتظلم في قد ايه، واتظلم خلي بالك دي بطولات، يعني بطولات بتوديك الكاس العالم للانديه، يعني انت مش بتلعبي محلي هنا. الحقيقه طبعا زي ما انت ما قلتي بطوله مهمه جدا كاس العالم للانديه، مشاركه مميزه جدا. الاهلي كمان برضو لازم نلمس على الحته دي ان الاهلي هو من يفتتح البطوله، لان الاهلي هيلعب من الدور التمهيدي بصفه ان لان الوداد مش هيلعب من الادوار الاولى. الاهلي هو من يفتتح البطوله امام اوكلاند سيتي. مشاركه مهمه جدا، مشاركه كمان مهمه للاعبين الجدد. واعتقد انا هاخد الحته اللي اسر اتكلم فيها وانت اتكلمتي فيها هند واميره معاه، اللي هو اللعيبه الجدد، هل
يشاركوا الفترة اللي جاية. أنا أتمنى أن هم يشاركوا قبل كأس العالم للأندية حتى لو تدريجيا عشان يخشوا مع المجموعة، يخشوا مع التيم، لأن طبعا كأس العالم للأندية يكون مختلف تماما عن الدوري المحلي. حقا دايما الأهلي بيشرفنا في كأس العالم للأندية، وأعتقد أن وصول النادي الأهلي للمرحلة دي وفي البطولة دي تحديدا هو مش رايح عينه على البرونزية، لا هو رايح ان هو ينافس ان شاء الله على اللقب، وده يعني الاهلي مش اقل من كده، الاهلي دايما بينافس على البطولات سواء دوليه او افريقيه. احنا هنطلع فاصل بس مكملين مع بعض. خلصنا كلام عن الدوري، خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع نتكلم بقى عن الاهلي في افريقيا. ورجعنا لكم مره ثانيه ولسه مكملين حلقتنا في الاستوديو التحليلي مع ضيوفنا اللي منورينا النقاد الرياضيين اسر حسين واسلام محمد. خلونا نروح زي ما اميره قالت قبل الفاصل لافريقيا والقرعه اللي الاهلي وقع معاها في افريقيا. بص يعني دايما خلاص احنا سان داونز وش السعد على النادي الاهلي، مؤخرا بقى الهلال كمان يعني دخل كمان يعني لو شفنا القرعه كده يا اسر تحس ان هي مكرره يعني مكتوب علينا سان داونز. وسان داونز الحقيقه لما بيكون معنا في المجموعه احنا بنروح لمراحل متقدمه. بصي البطل دايما ما بيهابش اي حد، سان داونز فريق كبير جدا، الهلال السوداني برضو يعني مش عايزين نقلل من حظوظه، فريق كبير برضو وبيدعم بشكل قوي جدا الفترة الحالية، ولكن الأهلي دايما قادر ان هو يوصل لمراحل بعيدة، وهو ده قدر النادي الأهلي ان هو انت خلاص يعني لو وقع معاه اي فريق دايما بتقولي الأهلي ثم ياتي الباقي. بصي لا انا بتكلم بس عن الهلال وعن سان داونز لان خلاص هي بقت قرعه دايما معتادين احنا عليها، ولكن طبعا القطن الكاميروني ده من احد الفرق اللي توجت باللقب اكيد يعني الكونفدراليه كمان مؤخرا، فريق قوي جدا، فريق مميز. الكره كمان الكاميرونيه مع سامويل ايتو مؤخرا يعني نقول الى حد ما مش كره قويه قوي، ولكن فريق مميز، فريق عنده خطوط مميزه، ولكن دايما هتلاقي المنافسه ما بين اهلي وسان داونز وهيناوش الهلال بقى والقطن كده من بعيد. ولكن لو سالتيني يا هند ويا اميره اقول لك لا متفائل بشكل كبير طبعا بالنادي الاهلي، قدر النادي الاهلي انك دايما بتخلي الاهلي فوق ودايما الباقيه بتيجي تحته سواء سان داونز او الهلال مع احترامي طبعا او القطن الكاميروني. متفائل مع كولر، متفائل بكولر خاصة ان بدأ مع النادي الاهلي ببطولة كبيرة جدا اللي هي على حساب نادي الزمالك بطولة السوبر، وده خلي بالك كان بطولة مهمة جدا في بداية مشوار مدير فني في بدايته ان هو يجي ويحصد لقب، اعتقد دي كمان يعني عملت جدار ثقة ما بينه وما بين جمهور النادي الاهلي. كولر بيشتغل مع كل اللاعبين بشكل مميز عارف جدا. عارف كمان السوبر زي ما بيقولوا احنا كجماهير الاهلي يعني بنحب نفك اللي هو ايه زي ما بيقولوا النحس. طبعا. فالسوبر كمان مع طبعًا. كولر دي ادت كده للجماهير ايه؟ ما هو ده هو ده طبعًا. هو ده يا اميره وعند جدار الثقه اللي حصل ما بين كولر وما بين الجمهور، انك انت لما يجي مدير فني جديد لسه جاي مع النادي الاهلي ويتوج بلقب ما فيش خلال كام يوم، وهو ده بقى قدر النادي الاهلي ان اي مدير فني بيجي لو قعد اسبوع او قعد شهر هتلاقيه دايما بياخد القاب. طب اسر عايز اعرف منك برضو رايك ايه في المجموعه بتاعت الاهلي. بتفق مع اسلام في حته انه جدار الثقه فعلا، لانه بدايه الموسم ببطوله بتكسب ارضيه مهمه جدا على لجمهور النادي الاهلي في قلوب جماهير النادي الاهلي، خاصه لما بتبقى على حساب الزمالك وحجم المنافسه بين الناديين الكبيرين يعني. الحاجه الثانيه توقيت، احنا بنتكلم على افريقيا بس هاخد كلام من كاس العالم، توقيت اعلان النادي الاهلي انه مشارك في كاس العالم الانديه توقيت مثالي للنادي الاهلي، بعتقد ان احنا محظوظين قوي بيه. التوقيت ده بيجي قبل ما الاهلي يخوض دور المجموعات، قبل ما يلعب اول مباراه في دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا، دفعه معنويه كبيره جدا تحفز النادي الاهلي اكتر، انت في كاس العالم للانديه وعلى بعد خطوه انك تشارك لرابع، تبقى اربع مرات تكتب تاريخ جديد، الاهلي معودنا على كتابه التاريخ، وبتتاح له فرصه جديده لكتابه سطر جديد في التاريخ او صفحه جديده في التاريخ انه تشارك لاربع مرات على التوالي في كاس العالم للانديه. كنا نفسنا انه يبقى ثلاث مرات التوالي في افريقيا والحادية عشر تيجي ان شاء الله تبقى دي الحادية عشر، فبالتالي توقيت انه لعيبه رايحه تلعب كاس العالم للانديه بالذات اللعيبه اللي هتنضم جداد او اللعيبه الصغيره في نادي الاهلي ما لعبتش كاس العالم للانديه قبل كده هتشوف بعينيها قبل ما تلعب في افريقيا الاستحقاق ده. صحيح. ده حافز مهم قوي ان انا حاطط قدام عيني طب انا لعبت في كاس العالم للانديه ايا كان النادي الاهلي يوصل ليه باذن الله يوصل المباراه النهائيه، وهرجع العب منافسات ماتش القطن تتاجل هرجع على ماتش القطن اول ماتش. عرفت انه اللي هيخليني العب في الاحتكاك ده او في البطوله العاليه دي المستوى دي في كاس العالم للانديه احط قدام عيني الفوز بدي في افريقيا بدايه من ضربه البدايه في القطن في دور المجموعات هو اللي هيخليني اروح العب تاني السنه اللي بعدها في كاس العالم للانديه. فبالتالي
ربط الاثنين مهم جدا، انه اعلان الاهلي اعلان مشاركه الاهلي قبل دور المجموعات حافز مهم جدا لكل لعيبه، خاصه اللعيبه الصغار، انه عارف انه الاستحقاق ده هيجي من خلال الفوز بافريقيا باذن الله نحقق الحادي عشر. مجموعه زي ما كان اسلام بيقول تعودنا فيها على يعني علاقه كسلوكيه جدا مع سان داونز والهلال طبعا، وطبعا الناس تفتكر المباراه بتاعه ام درمان رغم الصعوبات اللي واجهها الفريق والخروج تحت حمايه الجيش المدني السوداني، لكن كانت الطريق للتسعه. فبعتقد انه برده وشه حلو على النادي الاهلي، القطن بيتطور فعلا زي ما كان اسلام بيقول، ومعانا طبعا سان داونز على طول الطريق. مجموعه الاصعب لكن برده زي ما كان اسلام بيقول ده قدر البطل، انه دايما يكون ايا كانت القرعه ايه متعود انه لازم ينافس ويطلع اول. فبالتالي بتمنى ان النادي الاهلي ايا كان ان شاء الله نحقق في كاس العالم الانديه، بنتمنى نوصل مباراه نهائيه ان يكون حافز كبير جدا جدا لضربه البدايه في دور المجموعه في دوري ابطال افريقيا ان شاء الله. قبل ما نتكلم عن اول ماتش للاهلي اللي هو مع القطن هنا في القاهره، عايزاكم اتكلم معاكم في حاجه، وهو انت زي ما انت بتتكلم كل اللي انت بتتكلم فيه ده ايجابي، بس في جانب شويه سلبي الا وهو انه اللعيبه دي هتخلص هنا ماتشين، هتروح كاس عالم انديه، ترجع افريقيا. ضغط المباريات اللي احنا كل موسم بنيجي ونحس في لحظه معينه واصابات وهكذا، وانت اصلا بادئ باصابات، ازاي كولر يتعامل مع ضغط المباريات دي بالطريقه المثلى واللعيبه كمان؟ بص الحقيقه كولر زي ما قلت لك ان هو بيتعامل مع كل اللاعبين كتوتال، يعني ما بيتعاملش مع لعيبه معينه او عدد معين من السكواد اللي موجود، والحقيقه دي حاجه مميزه جدا، وكان آسر برضو اتكلم فيها ان كولر بيعتمد على القماشه كلها اللي معاه. كنا بنشوف السابق ان في 14 15 لاعب فقط هم اللي بيلعبوا الفترات اللي فاتت، ولكن مع كولر الوضع مختلف تماما يا هند ويا اميره. الحقيقه دايما في كل مباراه بنشوف ان الراجل بيتعامل مع كل اللاعبين، بيعمل روتيشن بشكل كبير، وهو ده اللي مطلوب الفتره اللي جايه، لان زي ما كان يقول لك في اول الموسم انت بتعمل روتيشن ليه، بس الحقيقه لان هو باصص لقدام. هو باصص لقدام، اصل الاهلي ما بيشاركش في الدوري المحلي فقط ولا بيشارك في كاس مصر. الاهلي لما بيشارك في اربع خمس بطولات في السيزون الواحد او في الموسم الواحد. الاهلي بيشارك في دوري ابطال افريقيا، بيشارك في كاس العالم للانديه، بيشارك في سوبر محلي او سوبر افريقي. فبتلاقي انت نفسك بتشارك في خمس ست بطولات ومطالب ان النادي الاهلي يحصد جميع الالقاب اللي بيخشها بما فيهم كمان كاس العالم للانديه بكل تاكيد. فاعتقد مستر كولر لا مختلف، راجل كمان هادي على الخط، يعني انا على المستوى الشخصي انا بتابعه باستمرار، بكون متواجد في معظم المباريات بحكم شغلي، فبتابع الراجل عن قرب. الراجل ده يعني نفسيا كمان بيشتغل مع اللاعبين، وهو ده بقى ده الشغل المهم جدا. بنشوف الفترات اللي فاتت في اجهزه فنيه بتجيب معدين نفسيين. انت كنت موجود في ماتش NBA؟ بالفعل. احكي لي حاجه شفتها كده بعينك بما ان انت بتبقى موجود تحت. بصي الحقيقه الراجل ده كولر تحديدا ليه عامل السحر مع حسين الشحات تحديدا، يعني خليني اقول لك اخد لك موقف حسين الشحات. حسين الشحات في الاوفر اللي عمله حتى لعمر السوليه هو اول حد جري عليه هو مستر كولر. في مباراه انبي كمان كان ليه اكتر من لقطه مع حسين الشحات، الراجل دايما بيجيبه على الخط وبيتكلم معاه، عنده ثقه كبيره في حسين الشحات، زي ما جمهور النادي الاهلي عنده ثقه كبيره ايضا في حسين الشحات. حسين زي ما قلت لك عنده كتير جدا. كولر كمان في المؤتمرات الصحفيه، ودي حاجه مهمه جدا ان هو بيحضر المؤتمر سواء تعادل او فاز، يعني ما بنشوف دايما في مديرين فنيين لو خسرت او تعادلت ما بنشوفهمش للاسف في المؤتمرات الصحفيه، ولكن كولر دايما معتاد ان هو يواجه الاعلام، ودايما معتاد ان هو يتكلم مع الصحفيين. فاعتقد انا مش خايف على النادي الاهلي مع كولر، مدرب مميز، مدرب بروح النادي الاهلي، هادي، بيتكلم دايما يا اسر ويا هند ويا اميره مع كل اللاعبين، ومع كمان الطاقم اللي معاه سواء مصريين او اجانب. ياسين المكاري خليني برضو لازم نلمس على الحته دي، لان ياسين انا اتعاملت معاه مباشره، يعني ياسين المكاري محلل الاداء برضو عشان الناس تاخد بالها منه. ياسين عامل شغل هايل جدا مع مستر كولر يا ياسر، عامل شغل كبير جدا من المدرجات، هو بيكون متواجد طبعا من المدرجات، بيبقى شايف الملعب كله، والحقيقه بينزل بين الشوطين بيتكلم مع المدير الفني بشكل ايجابي جدا. فانا مش قلقان على النادي الاهلي مع كولر. احنا فقرتنا خلصت، لكن سريعا اسر عايزك تقول ازاي نتعامل مع الضغط. زي ما كان اسلام بيقول، يعني فكره الروتيشن او التدوير مهمه جدا، ان انت تبدا زي ما كنا بنقول، يعني عندك ناحيه اليمين لازم يكون في اكتر من بديل، محمد هاني، خالد عبد الفتاح،
بيدمج كل اللعيبه كولر، مفيش حد بره التشكيله، حتى مع تعليقاته على نقص في مركز المهاجم او انه حتى مع اعاره حسام حسن قبل ما قبل ما يتم اعارته لسموحه، ثلاثه كانوا بيشاركوا شادي وشريف فكل اللعيبه في كل مركز مفيش لعيب حاسس انه بره القايمه او مستبعد او في ريزيرف، كله بيشارك. ده مهم جدا لان كل ما لعيبه بتاخد دقائق لما اجي احتاجها واستدعيها انا مش بعتمد على مجموعه بعينها هلاقي لعيب يديني في الملعب. صح مظبوط صح مظبوط. للاسف الشديد فقرتنا كده تنورتونا واكيد هتبقوا موجودين معانا كده يا رب كلها انتصارات ان شاء الله. احنا صرنا كنا معاكم انا كمان تالق حريفه دايما ان شاء الله بيكم ان شاء الله طبعا. احنا كنا معاكم هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم.